محمد السيد بيقول والله ما معاه. تتجه أنظار عشاق الملايين من الشعب المصري إلى ساو برادس النهاردة في مواجهة مصرية وهامة للمنتخب المصري في أول مواجهة في مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا. المنتخب المصري يبحث عند منتصف الليل اليوم عن البداية السعيدة في التصفيات. كلنا عارفين أن المنتخب المصري بعد غياب 3 بطولات على التوالي، كان قبلها بطل أفريقيا 3 مرات على التوالي، المرة اللي فاتت نجح أن هو يحقق المركز الوصيف في البطولة الأفريقية. أمال كثيرة تتأهل على المنتخب المصري لاستعادة أمجاد الأفريقية وتكون بداية قوية أمام تونس بالفوز على أرضها، وإرسال رسالة قوية للمنافسين أن المنتخب الوطني لا يسعى إلى مجرد التأهل إنما للفوز باللقب، وأيضا إرسال رسالة إلى منافسيه في مجموعته في المؤهلة لكأس العالم بأن المنتخب قادم للتأهل لكأس العالم بعد غياب دام أكثر من ربع قرن. النهاردة كل الناس شغلة نفسها بالتشكيل، خاصة مركز حراسة المرمى، هل عصام الحضري، شريف إكرامي، مستر كوبر رفض الإعلان وأبقى على الموضوع ده لتحقيق أكبر قدر من التركيز، وهيتم الإعلان عنه قبل المباراة بساعة أو 2 على أقصر تقدير حفاظا على التركيز. حتى الآن شريف إكرامي أو عصام الحضري ما عرفش مين فيهم اللي هيلعب المباراة. على الصعيد المحلي زي ما احنا عارفين ده موسم صفقات، نادي الزمالك بيقترب من ضم مهاجم الاتحاد السكندري كاسونجو. المرة اللي فاتت كنا سمعنا ان هو الزمالك اقترب، لكن جمهور الاتحاد كان غاضب بشدة من التفريط في مهاجمه ولام على مجلس إدارة. مجلس الإدارة أكد أنه بين نارين بين رغبة اللاعب في الرحيل وغضب الجمهور. النهاردة كاسونجو حسم الأمر بإصدار بيان رسمي أكد خلال رغبته في الانتقال لنادي الزمالك، وكمان أرسل رغبة رسمية لمجلس إدارة الاتحاد طالب فيها بالرحيل. وأعتقد أن الأمر النهاردة هيتم حسمه بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة التراويح، وهيتم الانتقال الرسمي لنادي الزمالك.